تعالوا دلوقتي نتابع معاكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي، وسعر البيع 19.68 جنيه، والشراء 19.61 جنيه، اليورو 19.40 جنيه، و 19.31 جنيه للشراء، الجنيه الاسترليني 22.17 جنيه للبيع، 22.08 جنيه للشراء، فرانك سويسري 19.94 جنيه للبيع، و 19.85 جنيه للشراء، اليوان الصيني 2.76 جنيه للبيع، 2.75 جنيه للشراء، ريال سعودي 5.23 جنيه للبيع، و 5.21 جنيه للشراء، الدينار إكويتي 63.57 جنيه للبيع، و 63.31 جنيه للشراء، وأخيرا الدرهم الإماراتي 5.36 جنيه للبيع، و 5.33 جنيه للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 917 جنيه للجرام، عيار 21 1070 جنيه، عيار 24 سجل 1223 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 8560 جنيه. حاولنا أن نعرف حضراتكم النهاردة عن أسعار صرف العملات وأسعار الذهب كمان. هرجع مرة تانية لأحمد علشان نبدأ معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.